يوما ما؟ لا ليش فكرتي؟ لا بفكر يعني لا اصل الخيانه انت قصدك خيانه زوجيه يعني؟ لا الخيانه حاجات كتير يعني ممكن اكون خنت في 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 ان انا كذبت ما قلتش حاجه صح لا انت عارفه تماما المقصود يعني اليوم عم بتروحي الى المثاليه والدبلوماسيه بالجبال فكرت عشان اشوف اراجع روحي يعني انما مش عشان ان انا شفتك فكرتي وكانه مرقت صوره ما يعني بص تراجعت عنها اسئله نو واي ان الحد لا اللي خان هيقول انا خنت ولا اللي عايزني هيقول انا زنيت ما صدر حكم بجلدك 80 جلدي لا طبعا ولا حصل ما انا بقول لك لا هات لي الحكم وريهوني انا بقول لك ما حصل هذا الحكم لم يطبق ولكن صدر ولا ما فيش في قلنا قبل كده ما فيش في القانون المصري اساسا جلد القاضي كتب فيه حيثيات الحكم نعم. لو كنت في العصر الاسلامي نعم لكنت حكمت على المتهمه بالجلد 80 جلده نعم ولكن ترفض الدعوه لعدم الاختصاص ده انا حافظه الحكم ترفض الدعوه يعني لم تقبل اساسا الدعوه ماذا لو اكتشفت يوما من الايام ان لديك ابنه شاذه جنسيا كيف تتعاملين مش حاضر اعمل لها حاجه لانه ده كيف مرض كيف تتعاملين معه ده مرض انا بشوف انه مرض انا زي لو اكتشفت ان بنتي عندها بعد الشر كانسر هعمل لها ايه ده مرض مش حاضر اعمل لها حاجه